هدي شجع شلالا اي كمال مرينة سمورو قيادة او اينان اوهو جان سمينين دولدو غو آنادا محكمة دا ايو غرصوركا محاي محكمة دا هدالكو افرينيه برغنمو واناكسن وحان اهي قرين عبدالله معلي المحيدين او لو قران اوغي هاي قرين دوداي وحا قرب كيغا مديك تاغن قرين عبدالعزيز وحا قرب كيغا بديك تاغن قرين محمد حسن عثمان سدح دينوبا وحانسي ودا جيرا قرينا وقلنا هاي مواطنين تا صوماليات اي قداشي نتاقا مواطنين تا صوماليات اي قداشي نتاقا واملكي لياش للكو يالو ديقمدا كاران قار اهان ديقان كقبد لي انتا قلنا حيسو حيرادا ملاتريق اي قاتمر ايو كوان كا هرسيد مواطنين تان بلكاسي ملكية ديسا وحا اي اوهستان ورقضا دولد صوماليا اي بحسي او كسو بحي دولد هوس اي مقدشو سوا فقصان شرعي لمبرتين اي سو بحي كون سغال بقول اي سيديتن كين دولك اسكليهين مواطنين تان وحا كبلاوضي dismo sharci darro ah oo si xawli ah ku socdo waxa ay isku dayeen in dhismahaasi ay is hortaagaan oo cida dhismahaasi wado ay kala hadlaan ayna waydiistaan in ay ka joojiyaan dhismahaasi waxa wado ciidan ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ciidankaasi oo ka amar qaadanayay xilligaasi gudoomiyaha deegaanka gubadley Cabdullaahi Nuur Kaalibey iyo taliyaha guutada afaraad Saney Cabdulla Gaab waxa ay isku dayeen in ay dadkaasi ciidanku ay ka amar qaataan ay kala hadlaan arintaasi oo ay ka joojiyaan dhismaha sida sharci darrada ah uga socda dhulkooda hayaashay arintaasi waa ku guuldareysteen kadib markay arintaasi ku guuldareysteen oo ay xaqiiqsadeen in xuquuqdoodi milkiyadda had gudub oo ku socdo cida had gudubkaasi ku haysana ay milkiyadooda inkirsan tahay waxa ay ku khasbanaadeen oo ay miciin bideen in ay u dacwoodaan garsoorka dalka si waafaqsan qodobka 34 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidaas darteed waxa maxkamadda gobolka Banaadir laga furay haddana ka furan gal dacwadeedka sumadiisu ay tahay 33/2023 oo ila hadda la joogo ka furan maxkamadda gobolka Banaadir محكمه قبل كبنادر ايضا او كدوليسو قال دعوذات كالغفر اي محكمه ايوه اود تستور كجمهوريه فدرال كصوماليا او اسيي كقرنقستا مرندا ودحايا شعبك ودحايا دولدا دحدادا ودحايا دولدا يا مواطنينتا وحا اي سو صارتي qaraarka sumadiisu ay yahay 33/2023 ee ku taariikhaysan 6/2023 qaraarkaasi oo xambaarsan amar nuxurkiisu yahay in dhismaha ka socdo dhulka dacwadu ay ku saabsan tahay oo dacwoodayaal ay ka yihiin muwaadiniinta gadaashayda taagan la joojiyo cidii dhulkaasi milkiyad ku sheeganayso ama dacwad qabtana ay imaado maxkamadda gaar ahaan dadka la dacweeyay in ay maxkamadda hor yimaadaan si ay u garnaqsadaan ugana garbaxaan muwaadiniintan soo dacweeyo
ورقداسي مفولين أمرك محكمة دو مفولين سببتو عيدانكا بوليسكا غار أهان قيب تقود بوليسكا قبلك بنادر وحا أي سوشيغين إن أي إسكودايين جوجينتا لسمهاسي هيا شيء نصيب در وحي شيغين إن أو صوعي أو لسو حريري تليها عيدانكا حوغة دالكا صوماليا تليا أدوان una ku yiri dhulkaasi dhismihiisa la joojin maayo sababtuna waxa waayay wuxuu sheegay oo uu ku dooday in dhulkaasi ay dawladdu iska leedahay gaar ahaan in uu iska leeyahay ciidanka xooga dalka Soomaaliya oo uu kamid yahay ama uu yahay xirada militaryga ee Geetimir halkaasii marka la maray مواطنين تان قداشي ده تاغن أهمل كيلياش للكاسي وحا مركا كوبات سي أن شرعي وافق سنين لوغا باللابي لسما شرعي دره للكودة كدبنا محكمة دي أي أسو دعوودين قو آنك أي سو سارتي وسعان وايي أو والا فلين وايي سيدا الزرتات حوغنا وحكومة هلي كران شرعينا وسعان وايي او غوانكي محكمه وا تاعيدن كحوغا دلكا سوماليا او ليهي لفلين مايو هدبا حالدا شيغاشدا دولدا كوسابسان ماركا لا قيميهو سد حالادود ميد كميدا اون باي نوقون كارتا حالدا كوبات وان ددكا ديسانايا دولكاسي أي دنا شخصي أو جار أودسنا عيان أو أيجو أي سجارة إن يوقف إذا سان أي ربان لكن شاتي الدولة نمرة أي كل من عيان أو أي ربان مجا عيدا كإن يكون لسان حالة ده هدي سراسة هاي مواطنين تان حالة داس ويكود المنيهين سبب تو دول كودي أي الله لسنا يا وحالو دنا شخصي حالات لسنا يا عيدانكا دولد مغعيسا ايانا لغو دسان ايان وهدي حالة سيداس تهي حالة دلوات او اي نغون كرتو حاو آيي ان دولد اي شاگان ايسو ملكية دلوكاس سيدا لغسو وريي تليها حوغ دلك سوماليا او اي ليه هاي عيدام دا ملتريغا ايا اسكالي هدي حالة سيداس تهي ايادنا مواطنين تان ودلمنيه sababtoo ah sheegashada ciidanka xooga dalka Soomaaliya uu sheeganaayo milkiyadda dhulkaasi waxa garab taalo sheegashada muwaadiniintani ay sheeganaayaan milkiyadda dhulkaasi hadii laba sheegasho ay isku hortimaado waxa taagan muran ku saabsan milkiyad murankaasi ka garnaqistiisana waxa iska leh محكمتنا قوان أي سوصارتي قوان كيذنا ده واتن لديدي هدبا عيدانك حوغ دالك سوماليا كمسحنو ونكو خلدن يهي إن شيغ شديسة وكمال مريو مرقيسة هل كاس مرك الله مرايو دولده وحس هيساتو او أنرمنا إنن كو أغنو لبحجو حجدا ugu horeeyso hadii sheegashadeeda ay ku meel marinayso muruqayda oo aynan u hoggaansamaynin dawladdu go'aanada maxkamadda iyo garsoorka maxay maxkamadaha dalku u furan yihiin maxaa miisaaniyadda intaas la eg loogu khasaarinaya maxaa intaas oo garsoore intaas oo shaqaale intaas oo running cost ah maxa inta soo shaqaale ee mushaar loo siiya maxa inta soo ranin kooste loo bixiya maal leeska xiro hadii ba qof kasto oo xoog leh ay sheegashadeeda ay ku meel marinayso muruqeeda mid labaad hadii ba dawladdu ay sheegashadeeda xoogeeda ku meel marinayso muxuu u furan yahay xafiiska
غريقان كغود دولدة شقديس أيتهاي إن حقوق الدولدة أو محكمة لها هرتورة كدفاع هدي للسود دعوينا وقرين النقضة هدي أي حكمة قنيها دولدنا أو أسوق أدعوه محي إنت أسوق غريقان دولدة أي مشار أسيسا محو حفيز كاسي أفرين يهي دي مبا أباهن دولدو شاقة شدارة مروقيرة أيكو ميل مرين أيساهي دولد وحان كربنا إني قرقالت وحيكو خصبانت هاي هدي أي قبطو شاقة شملكيات للكاسي كسابسن إن محكمة دا أيضو أي سمايساي أو أيضو أي صومغا عوضي وآن كيدا إني كو كالصوناتو أو أي جر يعني كجر نقصة محكمة ظهرت هذا. ولي حجة اللوات أو أنكو أوجين الدولة دوحة أي تحي. مواطنين تانسي ظهري بأنوش يجني وحة أي هستان ملكية طلعت. وحة أي هستان دوكمينتي صبر لوجاء دوكمينتي الكل دون مت كستو أو كمدة. مواطنين تان قداشة يرتاقن إيه كوة كلبة وحا إيه هستان سبر لوغوين سبر لوغا داسي كينيا نمبحن إتوبيا نمبحن دولت كالي نمبحن وحا بحيسي إسلاد دولده دولد واماقو سو هل دولد ماهي دوكمين تيغاني أد بحيسي أو أدكو بحيسي مقع دولده أو أدكو اعترافتي شاقش أدكو اعترافتي ملكيادة مواطنين تنسوا حجك وجماعه ما حد أصينيس دولة ما حد أصينيس دت كان دوكمينتها هدت بقبت إن يمشوا تهاي دول دنجودا أو حين الجيرت من أي كم تهاي دولة ألف وحملة هي ولحولها هي إسكوما لها أنكرت إسكوما ليه كرتوا أديك دوكمينتها بحسي أمينة ويا دوكمينتها سي هيا شيء مشوا حين تمر ما بقى هان سدا أنا محكمة دكار عدين دانه هرينا أنا وهر عدينه. مركان كجذب حالة داسي لبات حالة السد هذه وحين نقول كرتها إن دولدو أي أقر سنتها مواطنين تان ملكية دولة لكن أي لا لها دولك دنجود أيان أجو أديجينا أو دنجود أيان وقاعدنا مواطنين تان سوى فكسن قطبك لباتن إيه لحد التصور كجمهورية دا فدرالك الصومالية أرنتاسي هدي دولة قط وحالة أنو عاستها كما بلابان كرتو بروس يشميد يعرى يقرع عارديس كما بلابان كرتو وحا أي كو بلابان كرتا دولة دو إن أي سو سارتو قوانا مامول أولو الكاسي أي كل وريغ يسو سببايسا عدالة وافق سنقضبك صدون إيه سدحات التصور كجمهورية دا فدرالك صوماليا قوانا داسي لغارسيو دادك أي خسيان هدي أي كو قنعان الحمد لله هدي كو قنع وايانا ماشا أي خسيسو أو لوغا عبتو أو أهجر صورك مامول أي دالك أي أغا عبتان دولدون أي دفاعاتو قوان كيدا كبعدنا قوانكا قرصورك مامول أو صوصارو أو كما دنباسة إيه لغو ودا قنعو أما لغو خصبناد هايش أرين تاسي مدعين دولد وحي سميسي وحي كوب اللوضي برس إيو عرى إياد اسمه أي أي ماشا كوب اللوضي أو وحكه الرأيو آنا قرنيني أرين تلابات أو لوباهناي وحي هاداي إن دولد أي داد كان كلاها داشو مقدو وعدالد دا إيه كو حسن فخرد اللابات إيه قضب كلاباتن إيه اللحاد إيه تستور كجمهورية دا فدرالك سوماليا أيضاً لما سمعني. مركان كجود بسدح لاس حالات أو أي نقطة كرت أرنتان مد والبنا مواطنين تان لوجا جرد رنجه. وحن ربا إن الله دلو. عيداً كحوجة دلك سومالي. عيداً كحوجة دلك سومالي وحن له. عيداً مو. وح أدور دمنيس. أو أدور دا وعميس. أو أدقال كأوجرته. ومواطن كالصومالية وحكمة كومجران إن المواطن كالدبلوغ صلابته وحكمة كومجران هذي كلتها إن تهي اللباح لما تابتانا أن وحل لشيغة كارين سداس السحمة أهن وكو قلدان تهي سببتو
شرعيغا أديغا أود كسي أدريس كشرف تبادن كو حري أو أنيغا إي ديدي أو قرغا كو ديبي أو أنيغا إي ديدي أو غرادوينكا إي بلادها غربها كو سيري أو أنيغا إي ديدي أيا كو خصبايو إن المحكمة دهر تكتو أو أد حق هدا شيغان إيسيد أد كدفاعتو وحي هذا شرعي غاسي كشرفي حوغا كو يالي دادك كادوي قيمها كو يالي إن أدوهو قانسانتو أديغا إي أد محكمة ده كجر نقصتو أد كهردو أد كهردو دو وليبا مواطنين تان أيغا محكمة ده إني كهردو دان وقتي إيا قيمة لعقيد أيا أوغا بحايو أو إني قران قفصدان أو لعق أي بحيان أي كو خصبيهين لكن عيدان كحوغة دالكا كما خصبانو لماذا وحجرو قريقانو أرنتاسي كاليا أقابشان دولادا أو الدفاع عاية حقوق دا عيدان كحوغة دالكا صوماليا أو مشاركة لسيو عنشور تدد كاني لغا قاضي وكيمدي سيداس درتاد وحدب أه كما قبطان إنا المحكمة دا هرتي مالان أدنى كدفاع تنتان أدكا هرقر نقصتان أمر كيلانا أدقالتان وايو خرشنا إنن كغب حمايو أو قريقانا إنن دفاعو أو قريقانا دي قود ليراهدو أيا جوغو محكمة دونا ومحكمة او أذيغ يسو قران كصوماليات سيدابا أدن كوبا اوغو أذيغ يسان وحا كلان ربا إن الله هدلو مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية مدنة مدحوين وحان كوغولا هدليا مقام كاغا إنا تهي أقريمها مبادئ دا التستور كجمهورية فدرال كصومالية سوا فقصان قضب كسديتن إيو طلبات فقردي سكوبات حرف كسي تستور كجمهورية فدرال كصومالية سيدا سوكالان توت وحان كوغولا هدليا مقام كاغا السرو إنا تهي taliyaha guud ee ciidamada xooga dalka Soomaaliya si waafaqsan qodobka 9aad xarafka B ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane madaxweyne waxaan xusiistaa adiga oo lagu xad gudbay xuquuq aad iska leedahay oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku damaanad qaaday adna ka dhidhisay aad ka xanuunsatay tilaab kasto oo muhiim ku ana aad qaaday oo ay kamid tahay in aad shir jiraa'id qabatay sida anaguba maanta aan u qabanay shirkan jiraa'id hadaba xuquuqda muwaadiniinta oo lagu xad gudbay waxay la mid tahay xuquuqdaadi shalay lagu xad gudbay ayna ku xad gudubtay dawlad Soomaaliyeed oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku fadhiyay kursiga maanta adigu aad ku fadhiiso sa labada xuquuq waa isku mid sababtoo ah labadaba waxa damaanad qaaday dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xanuunka ay dareemayaan wuxuu la mid yahay xanuunkii shalayta adigu aad dareemaysay waxa ay u baahan yihiin wixii shala adigu aad u baahneeday oo ahay in la wada ilaaliyo sharciga sidaas darteed waxaa kula gudboon oo kula weydiisanaynaa in arrintani sharciga lagu soo celiyo dawladduna haddii ay sheegasho qabto ee milkiyad ay sheeganeyso ay isdifaacdo haddaynan milkiyad sheeganeynina halbeegyada sharcigu uu jideeyay la soo maro sidaas oo kalantood mudane madaxweyne waxaan xusiistaa adiga oo ka hadlay munaasabad una sheegay dadweynaha إن قوان محكمة ديت وسرقال إسهر إستاغو آنان لا أقلان كارين هدي أرين تاسي أي دفكا أهيد مانتا أي تاغن تهي أي هداد كوار هيسانا أرين تاني صح هداد من كوار هيننا أرين تاني وإند أغاتا أو أد مرين كشرعيغا إه كسو عليسيد مدن مدحويني وحا أن ويدي سنين ما أهان مواطن كان صوماليات إن الدولة دو سيسر لول أيضو أي إسكالي ده أيضو أن أغنى هاي
المواطنين الصوماليا ميت كسوا كمذهب ودولدة حق أقول لي هاي مال أو كن ولا هذا أو أدقه سوى فقسن شروع ذلك سيدا سوى كلانتوت مدن قدومية مدن قرصور مدن مدحوين مويدي سنينو إن ذلك هذا الذي سنعيو لفتر كيسا أوتماتيكا لدولدو أي كبحدو ما أنت وحى أن ويدي سنة إنه وحى أغير وحى وهاي إن الدولدو أغلاطه إن الشرع غهرت ماذا إن الدولدو أغلاطه قانا ذا محكمة ذاك صوب حايو وأي إصدفاع ذا قرين قفصته وأبو قفصين يه أو سمح إرادة وافق سن تصور كجمهورية دفتر على الكسوماليا أي أقوق نعذ محكمة ذا أيده أي سميسم أي